تفتح لمكالمه مع الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي بقناه النادي الاهلي. يعني مساء الفل يا كابتن ناصر. تحياتي لك اسامه، وتحياتي ليك يا فارس، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. يعني مبدئيا كده كابتن ناصر، يعني تعقيب حضرتك على بيان النادي الاهلي، والنادي الاهلي بطل المسابقه قبل انتهاء بخمس اسابيع، والنادي الاهلي بيفوز على المنافس التقليدي برباعيه، ولكن حريص النادي الاهلي على ان يكون هناك عداله تحكيميه، وخاصه مع حكام تقنيه الفيديو اللي عندهم وقت يعني كبير جدا يا كابتن ناصر ان هم يشوفوا الاخطاء دي، ومع ذلك هناك اخطاء مؤثره اخرها مباراه القمه الاخيره. كابتن اسامه هتسمح لي بس بالوقت بعد اذنك؟ طب. خليني في البدايه احيي تحيه شكر وتقدير على هذا البيان المحترم، البيان الايجابي اللي بيبحث عن تطوير منظومه كره القدم في مصر وليس النادي الاهلي فقط. ثاني يا اسامه، ثاني يا فارس، النادي الاهلي النادي الكبير الذي يبحث دائما على العداله والشفافيه لكل انديه الدوري المصري في مصر. محدش ابدا شفناه طلع وقال هذا الكلام. النادي الاهلي بيبحث في البيان عن دعم منظومه التحكيم. النادي الاهلي بيقف مع الحكام، يقف مع الحكام ازاي نطور من ادائهم، ازاي نساعدهم، ازاي نقدم لهم المزايا والدعم المعنوي والنفسي والبدني وكل شيء محترم للحكام، وده ما بنشوفوش من البعض. بيان النادي الاهلي يا اسامه في حاجات ايجابيه كتيره جدا جدا لو قعدنا نستعرض هذا البيان. لا، هذا بيان نموذجي رائع جدا، ان ده اللي بيدل على ان النادي الاهلي دائما حريص على كل ما هو ايجابي لكره القدم في مصر. ده حقيقي كابتن ناصر. طبعا بيان النادي الاهلي كان مهم نسمع راي حضرتك فيه تحكيميا، ولكن كمان مباراه الاهلي والزمالك كان فيها بعض الامور التحكيميه اللي وقفنا عندها، واكيد استمتعنا بحضرتك وانت بتتكلم فيها. ولكن هنا انا مش عايز بقى اخد كابتن ناصر عباس اللي بيحلل في قناه النادي الاهلي وبيكلمنا عن لعبه، انا عايز اخد كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي بيقول لنا راي في منطق اللي احنا بنشوفه. لما نسمع احد المواقع النهارده بيتكلم عن انه مصدر مسؤول داخل اتحاد الكره بيصرح ان الفار حصل كلام بينه وبين حكم الساحه محمود البنا في اللعبه بتاعه ركله جزاء حسين الشحات، وان الفار كان رايه ان ما فيهاش حاجه وان هي لا تستحق تدخل الفار او انه يجيب الحكم يديله الفرصه انه يشوف لعبه هامه زي دي، خصوصا في ظل الكلام اللي بيتقال ان كابتن محمود البنا لو كان شاف اللعبه كان اكيد حسبها. رايك ايه؟ ورأيك في الكلام ده ايه؟ ورأيك في فكرة اللي كنا بنشوفه قبل كده في عرض مداخلات والحديث الفار، وشفنا ده بيتطبق ايضا في بعض البطولات انك تسمع الفار بيقول ايه؟ رأي حضرتك في القصة دي كلها ازاي؟ فارس بحييك تماما تماما على كل اللي حضرتك قلته، حضرتك لميت كل اللي انا هقوله ولميته باختصار، وكلامك جميل جدا جدا جدا. نروح للمصدر المسؤول اللي طلع واتكلم. خلينا نتكلم في حاجة مهمة جدا يا كابتن اسامة، كابتن فارس. ان الحاله التحكيميه الشهيره اللي جميع خبراء مصر سواء كان في مصر او خارج مصر اللي اجمعوا على ان هناك ركله جزاء صحيحه لحسين الشحات وبطاقه حمراء مباشره، الكل اجمع على هذا القرار. واللي اتكلم في هذا القرار اتكلم بشكل علمي وفني وتوضيحي وتفسيري طبقا للقانون. يا اسامه، طبقا للقانون والماده 12، مسك المنافس في حاله تسجيل او منع تسجيل فرصه محققه لتسجيل هدف، والمعايير موجوده، حسين الشحات مواجه للمرمى، حسين الشحات كان المسافه ما بين المخالفه والمرمى كانت مسافه تسمح بان هو يسجل هدف، حسين الشحات كان مسيطر تماما على الكره، حسين الشحات ما كانش فيه لاعب ثاني من الزمالك غير محمد عبد الغني اللي ارتكب مخالفه المسك، والمسك واضح وباين للكل. هقف يا اسامه، هقف هقف البنا هنا، محدش يقدر يقول ان البنا شاف حاجه، البنا ما شافش حاجه يا اسامه يا فارس في هذه الحاله. الشد محجوب تماما عن حكم المباراه الذي يبعد عن اللعب بمسافه بعيده. ده حقيقي. وكنت اتمنى ان البنا يكون قريب عشان يشوف تفاصيل الحاجه. ولكن احنا عملنا الفار يا كابتن اسامه يا كابتن فارس لمثل هذه الحالات اللي هي احيانا ممكن تضيع حق فريق. مش معنى النادي الاهلي النهارده نتيجه المباراه وأداءه ونتيجته النهارده غطى على الاخطاء التحكيميه ان مفيش اخطاء تحكيميه. بالظبط. هرجع لهذه الحاله، واحنا قلنا جميع الخبراء والمحللين في مصر وخارج مصر اجمعوا على ان هذه
حاله. الشد موجود هنا يا اسامه بالايد الشمال، واضح مستمر، واضح جدا جدا. عارف يا اسامه يا فارس، هقول حاجه مهمه، لو كان هناك تنافس من محمد عبد الغني مع حسين الشحات في هذه الحاله كانت البطاقه الحمراء تنزل من البطاقه الحمراء الى البطاقه الصفراء، ولكن طبقا للقانون عندما يكون هناك مسك او شد او دفع هنا البطاقه الحمراء وجوبيه، وهذا لم يحدث، والفار لم يستدعي الحكم، وده كان قرار. هروح للمصدر المسؤول اللي طلع اتكلم في هذه الحاله وقال ما دار بين الحكم والفار، وده كلام خطير جدا جدا يا اسامه يا فارس، خلي بالك لا يمر مرور الكرام. عندما يتحدث المصدر المسؤول عن ما حدث ما بين الحكم والفار، هذا الكلام كان يجب على المصدر المسؤول ان هو يطلع يقول من هو المصدر المسؤول، دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا شفنا ايام مارك جلاتنبرج كانت هناك هذه الحالات تعرض وكان بيطلع يحللها بنفسه، وكان بيطلع محادثات اللي بتتم ما بين الفار والحكم لمين؟ مش للانديه فقط، ولكن للانديه ولجميع عناصر اللعبه وللجماهير، صح، عشان يبقى احنا عارفين ايه اللي بيحدث داخل غرفه الفار. كنت اتمنى من المصدر المسؤول كان يطلع على موقع الاتحاد ويطلع يصرح رسمي ويقول ان لجنه الحكام جابت المداره ما بين الحكم والفار في هذه الحاله، ونشوف الكلام ده فعلا اتقال ولا ما اتقالش. ولكن المصدر المسؤول اللي هو ما قالش اسمه، لا يجب انك انت تطلع تقول في هذه الحاله ان الحاله لا ترتقي. هل مطالب كده يا كابتن نصر، انا اسف في المقاطعه، بس كده هل مطالب من اتحاد كره القدم المصري او من لجنه الحكام، اللي الحقيقه يعني في دايما كده بيحصل خلاف على من يدير لجنه الحكام بشكل فعلي، هل مطالب ان هو يطلع يرد ويوضح ويعرض اللي حصل ما بين حكم الفيديو وحكم الساحه، خاصه دي مباراه قمه، مباراه الاهلي وزمالك؟ كابتن اسامه احنا مش رايح بعيد، انا قلت لحضرتك اللي كان بيحصل ايام جلاتنبرج احنا مش بعيد عنه، وده مسموح للاتحاد المصري النهارده للخبير فيتور بيريرا، اللي بقول حضرتك بقالك 4 أشهر موجود، انت لا تتدخل في التعيينات كرئيس لجنه حكام، حضرتك جاي بتاخد مبلغ مش قليل، لحد الان يا اسامه احنا ما شفناش تطوير على ارض الواقع. ده حقيقي. ما شفناش هل بيريرا تدخل في التعيينات، مين اللي بيعين الحكام يا اسامه النهارده؟ مش عارفين مين اللي بيعين الحكام. ولكن احنا بنقول عندما تتحدث كمصدر مسؤول لابد انك انت تعلن او تقول انت مين، ولابد ان يكون حديثك على موقع الاتحاد. تجيب لنا ما دار ما بين الحكم والفار على موقع الاتحاد، لان ده كان بيتعمل قبل كده ايام كلاتنبرج. ولكن في نقطه مهمه يا اسامه عاوز اقول عليها يا فارس. اتفضل. حتى المصدر المسؤول لما تيجي تتكلم حضرتك انت بتخاطب فئه كبيره جدا من الناس، لابد انك انت تكون مقنع ليهم يا اسامه يا فارس. لان انا النهارده مش هطلع اقول كلام مرسل واقول اني لا ترتقي، هذه الكلمه اللي دايما بتتقال في كل مره لا ترتقي مش موجوده في قانون كره القدم، قانون كره القدم في تطبيق في تفسير في توضيح. قل لي ليه مش ركله جزاء؟ ما تقوليش لا ترتقي، قول لي ان هناك تنافس، قول لي ان هناك ما فيش مخالفه نتيجه التنافس، قول لي ان ما فيش مسك بالايد، حلل لي اللعبه فني، ولكن لا تحدثني انت بتخاطب مجموعه من الناس اعتقد منهم ناس فاهمه تحكيم كويس. واسامه ما يحدث الان لابد من تدخل اتحاد الكره، لان زي ما قلت النادي الاهلي النهارده بيتكلم على المنظومه بشكل عام، يتكلم على المصلحه والعداله والشفافيه لكل انديه مصر. من البدايه النادي الاهلي بيقول انا بقول لكم وانتوا تخلوا بالكم، بيان محترم بحيي فيه مجلس اداره النادي الاهلي، ومن خلال برنامج خط احمر يا اسامه وفارس قد ايه الناس بتتابعكم سواء داخل مصر او خارج مصر، برنامج بتاعكم هادف محترم بيعرض كل القضايا اللي هي خاصه مش بس بالنادي الاهلي ولكن كل القضايا العامه. اتمنى التحكيم يرجع ونشوف تطوير على ارض الواقع يا اسامه، اتمنى اكيد. يا كابتن ناصر بنشكر حضرتك، مداخله مهمه جدا واستمتعنا بكلامك.